تستضيف القاهرة اجتماعا ليبيا بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ويبحث الاجتماع آخر التطورات العملية السياسية في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لدعم الحل الليبي الليبي من خلال توفير مناخ ملائم للحوار بين الأطراف. حول أهمية هذا الاجتماع ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. أحمد، بعض التقارير تحدثت أن هذا الاجتماع مهم لأفق أوسع خصوصا الانتخابات القادمة الليبية، إلى أي مدى هذا صحيح؟ وأيضا يعني ما الأهداف الرئيسية حول هذا اللقاء في القاهرة؟ نعم، بداية نؤكد أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا أو انعقاد هذا الاجتماع، لكن علمنا من مصادر ليبية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التشاور بين كبار المسؤولين الليبيين وكبار المسؤولين المصريين بشأن المقاربة السياسية التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قبل أيام من القاهرة، أيضا عندما التقى الأمين العام للجامعة العربية والمندوبين الدائمين للدول العربية بالجامعة، وطرح خلالها مبادرة تقوم على لقاء يجمع بينه وبين رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة للتباحث ومحاولة معالجة النقاط والمسائل الخلافية العالقة التي أدت إلى فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي من المقرر أن تجرى عليها أو على أساسها الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المعطلة منذ 12 شهرا، والتي كان مقررا أن تجرى في ديسمبر 2021 وتأجلت بسبب عدم الاتفاق على هذه القاعدة الدستورية، بالإضافة إلى التباحث حول باقي المسائل العالقة أيضا بشأن وجود أزمة الحكومتين المتنازعتين، حكومة عبد الحميد للبيبة التي تصر على البقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات، وحكومة فتحي بشاغة المكلفة من البرلمان والتي تباشر مهامها من مدينة سرت. وسط كل هذا المشهد المعقد بالطبع هناك مخاوف وتحذيرات بالطبع من يعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020، وذلك أيضا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط خلافية أخرى تتعلق أيضا بمسألة توزيع العوائد النفطية ونزع سلاح الميليشيات المسلحة. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا لك أحمد.